صباح الخير مشاهدة متابعة موقع جريدة آل مصر في كل مكان، مع حضراتكم من المحافظات الشرقية وتحديدا موجودين أمام محكمة جنايات الزقازيق. بنتابع مع حضراتكم اليوم أولى جلسات محاكمة شاب متهم بإنهاء حياة صديقه عامل دريفري اسمه محمد محسن من مركز الزقازيق. مشاهدة متابعة موقع جريدة أهل مصر في كل مكان، الواقع حصلت في منتصف شهر مايو من العام الجاري عندما أقدم الشاب على إنهاء حياة صديقه بسبب الخلاف بينهم على إصلاح دراجة نارية. إحنا دلوقتي معانا والدة الشاب في أولى جلسات محاكمة المتهم، هتحكي لنا تفاصيل أكتر عن الواقع. ربنا يصبر قلبك يا رب. احكي لنا كده تفاصيل الواقع من البداية كده، يعني فكر المشاهدين إيه اللي حصل دلوقتي. هو كان سبب الجريمه ان هو كان خد الموتوسيكل بتاع ابني، ان هو شغال دليفري وبتاع، وخده وعمل له فيه حادثه. وبعدين هو كان اتفق معاه، قال له انا هصلحه لك وكده. وبعدين جه تاني يوم راح واتصل بيه ونزل له، وبعدين كان قال له نازل على ميعاد ان هو رايحين يصلح المكنه مع بعضين. وبعدين قال له لا انا مش هعمل لك حاجه وكده. قال له ازاي احنا مش متفقين مع بعض امبارح على كده، انت يعني ازاي يعني انت بتضحك عليا وكده، انت عارف ان دي المكنه بتاعت اكل عيش وكده. قال له لا انا مش هعمل لك حاجه وبتاع. فحصل جدال بينهم، جدال بسيط يعني، حتى هو في التحريات وفي الاقوال بتاعته برضه هو قال، لان احنا في الاول احنا ما كناش عارفين اي حاجه، احنا جبنا التحريات وجبنا اللي هو يعني تعرف يعني. وقال اه احنا حصل بينا جدال بسيط وبتاع، فراح مطلع الخرطوش وضربه فيه، ضربه الضربه جت في قلبه فأدت وفاته على طول. احنا على ما جم نادونا وقالوا لنا ابنكم مضروب بالنار وبتاع، رحت لقيته يعني في اخر انفاسه. على ما وصل المستشفى كان توفى. هو صديقه فعلا؟ اه كانوا اصدقاء. من امتى؟ يعني هما كانوا أصدقاء مع بعض في الطفولة في المدارس الابتدائية وكده، وهم مع الكبر اتعرفوا على بعض تاني وكده. يعني هما من هما أطفال وهم عارفين بعض؟ عارفين. اه هو كان جارنا في نفس المكان اللي احنا كنا ساكنين فيه، اللي احنا ساكنين فيه، ودلوقتي هو راح ساب المكان اللي احنا ساكنين فيه وقعد ساكن في حي مبارك. طب وعلاقتهم ببعض كانت عاملة ايه طول السنوات دي؟ لا هي بصي علاقة مش شديدة يعني، هو عشان ابني برضه ما كانش فاضي، كان بيشتغل وكده، لما كان يبقى في وقت فاضي ولا حاجة كان ممكن ايه يتقابلوا يروحوا مع كافي مع بعضيهم كده، مثلا اتصادفوا راحوا مثلا فرح قابلوا بعض. ما كانتش يعني العلاقة متعلقة ببعض قوي، بس يعتبر برضه ان هم اصدقاء من زمان يعني. بس ما كانش في اي مشاكل بينهم ولا اي خلافات؟ لا 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 خالص خالص. محمد طلب منه ان هو يصلح الدراجه وقال له لا، هو اللي قال له. هو اللي قال له، هو اللي متفق معاه. حتى في الاقوال بتاعته هو قايل كده برضه. هو قايل انا كنت متفق معاه وبتاع، ان احنا لما احنا شدنا مع بعضينا قال يعني قال الشيطان يعني وقف بينا وطلعت الخرطوش وغصب عني. يعني بسبب ان هم يعني زعلوا مع بعض طلع الخرطوش وعمل. لا مفيش حاجه اسمها غصب عني، وانت يعني عشان هو اصلا متعود ان هو يشيل خرطوش او كده. لي قضيتين قبل كده، في قضيه بحكم 15 سنه وكان هربان منها. يعني كان عنده قضيه قبل كده. ايوه قضيتين، في قضيه خد فيها براءه كانت حكمه 3 سنين وخد فيها براءه، ولا مش ادى الناس فلوس باين وكده وطلع منها. اهل اللي هو كان ضربه، لانه كان ضربه في رجليه. تمام. والتاني محكوم عليه فيها ب 15. طيب قولي لي طلبات حضرتك ايه؟ انا طلبات حضرتي يعني انا عايزه القصاص. انا زي ما ابني مات وهو ربنا حكم بكده، قتل يقتل، هو حكم القصاص هو اللي هيحكم. وانا روحي متعلقه بقالي دلوقتي 3 شهور ونص، انا روحي متعلقه على كلمه القصاص، عشان هو خد مني اعز ماليه. يعني هو كان ولد وحيد على بنت وعنده اخ معاق ذهنيا. هو ابنك الكبير؟ هو لا هو مش الكبير، هي البنت هي اللي كبيره، بس هو يعتبر هو كان كبير يعني. حضرتك لما جيت سجلت معاكي في الاول وقت الواقعه قلت لي ان حضرتك ان هو كان كنت خاطبين له لسه. اخدت بقاله 3 شهور. كان بيستعد ان هو يتجوز ويجهز نفسه. هو اللي كان بيعتمد على نفسه في تجهيز. ممكن بيساعد مع والده. ربنا يرحمه.
ان شاء الله حقه يرجع باذن الله. مشاهدي ومتابعي موقع وجريده اهل مصر في كل مكان، ان شاء الله هتابع مع حضراتكم تفاصيل جلسه اليوم امام محكمه جنايه الزقازيق. شكرا لمتابعه حضراتكم. Thank you.